احترم المقابل. الله يبارك. والله العظيم انت ما تسكت. طبعا اسوي لكم جلطه، والله مو بس اسوي لك جلطه. يا حاج وعد اللامي، يا شيعة انتم والله راح تجيبون لي الجلطة بهذا الدفاع عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم، هذه هي الكلمات التي يعني خرجت من لسان الوهابي عندما أراد الطعن بالشيعة وأراد انتقاد الشيعة. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. تفاصيل الحوار المهمة والشيقة جدا راح نستمعها إن شاء الله بعد أن نصلي على محمد وآل محمد. كيف قام الحاج وعد اللامي بالدفاع المستميت والإتيان بآيات قرآنية تدافع عن الرسول وعن عصمة الرسول المطلقة، وكيف قال الوهابي أنا شخص راح تجين جلطة منكم يا شيعة بسبب هذه الأدلة. لنستمع ونعقب كالعادة، فخليكم ويا بالأخ حسين من أهل السنة، وكذلك أرحب بالشيخ مفضل، ورحب بالأخ حراس العقيدة، والأخ مؤمل، والأخ من فرنسا، ومن المغرب الأخ المستبصر، وكل الأخوة اللي معي على الخطوط الآن هم انضموا إلينا، جزاهم الله خير الجزاء. واليوم الحلقة إن شاء الله تكون ممتعة ونافعة ببركة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. إحنا بالحلقة رقم 59، صوروا 59 حلقة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله. والأخ حسين قبل دقيقتين يقول أنه أنتم 59 حلقة وأنتم ما أثبتتم أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم بالعصمة المطلقة، صح أخونا حسين؟ السلام عليكم. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وعد اسمعني بس دقيقتين بدون مقاطعة إذا نصي زحمة دقيقتين بس عندي فد شيء. شكرا جزيلا. طبعا أول شيء يا شيخ وعد، إحنا من نريد نضع الأنبياء في موقعهم البشري. يعني هسه أنت تقول للمشاهدين حسين يريد يخطئ الأنبياء. نعم أنا خطأ يا شيخ وعد، نحن نريد أن نضع الأنبياء في موقعهم البشري كما قال الله عز وجل وقل ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني نخرج الأنبياء من الغلو والألوهية. هو هذا الشيء اللي هو جريمة في حق الأنبياء. أن نقول الأنبياء ما يخطئون أبد، يعني كأنهم آلهة والعياذ بالله، هم بشر كما قال الله عز وجل، يغضبون ينفعلون. النبي موسى عليه السلام مجرد بس غضب جاء. طيب الملائكة الملائكة لا يخطئون، هل الملائكة آلهة؟ الملائكة لا يخطئون، هل الملائكة آلهة؟ دقيقة، البشر مو في الملائكة يا شيخ وعد، البشر مو في الملائكة. إذن هذه النظرية خطأ، إنه الذي لا يخطأ هو إله، نظرية خاطئة. أنا ما جبت شيء من جيبي، أنا ما جبت شيء من جيبي، جبت آية قرآنية. وين الآية؟ لحظة، أصبر، وين الآية اللي جبتها؟ وين؟ دنطين مجال خلي أكمل يا شيخ، بس أعطيني شوية وقت الله يخليك. إيه تقول للناس أنا جئت آية، وين الآية اللي جئت فيها؟ وين فينه؟ قل ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بشر مثلكم. طيب النبي اللحظة النبي مثلك صغير لحظة أخونا لحظة الآن النبي صلى الله عليه وآله بشر مثلك؟ مو أنا دا أقول، هذا القرآن يقول بشر ماشي يعني النبي مثلك، بس الفرق شنو يوحى إليه؟ يعني شنو يوحى إليه يا شيخ واحد بس أعطوني المجال. يعني أنتم مصرون الأنبياء معصومين أصلا مطلقة، القرآن مليء بالآيات توضح بشكل بعض أخطائهم كموسى وقتله القبطي. الله يخليك، يعني موسى قتل شخص، يعني قتل الآن موضوع للنبي محمد صلى الله عليه وآله، لا تعبر لا لأن ناقشنا هذه الآيات سابقا. يا أخي أنتم ليش ما تتكلمون نقطة نقطة؟ يا أخ حسين يا أخ حسين قتل شخص. طيب يا أخ حسين يا عمي على راحتك، اعطينا مجال خلي أتكلم. شوف إخواني، كل هذا
حتى يخطئ النبي ويجعل النبي مذنبا والعياذ بالله. يا اخي خلينا نقطه نقطه يا ابن الحلال يا ابن الحلال. نقطه واحده اسمع، انت قلت انه انت قلت انت قلت باب الطينه ما خل اتكلم. انت قلت ان النبي انتم تؤلهون النبي وتخرجونه من بشريته. طيب وقلت انه الله تبارك وتعالى قال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، صح؟ صح. احسنت. شنو معنى ان النبي بشر مثلنا؟ ما معناه؟ ما معناها؟ يعني البشري بلحظه بشر حرام. خلي اكمل سؤالي يا ابن الحلال. يلا كمل. بشر حراميه، لان بشر بشر يزنون، بشر يفعلون المنكر، هل النبي يفعل الحرام والمنكر ويزني ويسرق؟ خلص سؤال مرتك اجاوب؟ اي تفضل. يا شيخ انا من اقول لك الله عز وجل يقول ان انا بشر ما انا الا بشر مثلكم، مو معنى يعني انا بشر مثلك انت تسرق انا راح اسرق، انت تزني انا راح ازني، انت تقتل، لا مو هذا القصد. يعني شنو هو؟ معرض للاخطاء، معرض للاجتهاد الخاطئ، معرض للمرض، معرض للنسيان، معرض للغضب، معرض معرض لهي الامور اللي الانسان معرض لها. معرض فيقع لحظه، النبي معرض لحظه، النبي معرض للزنا؟ لا. ليش؟ ما هو بشر، بشر معرض للزنا. مو كل بشر معرض، اذا كل اها الان الان لحظه، الان انت هدمت غزلك بيدك، لحظه. الان ليس كل البشر يجري عليهم. يا اخي خل اتكلم، الله يرحم والديك، يعني انت ليش ما تعطي مجال للاخرين؟ خلي اتكلم، هو مساله نقاش، انت لا تطيل، انا ما اقدر اطول معاك. لحظه، تفضل قول. النبي البشر يزنون والنبي لا يزني كما اعترف، البشر يسرقون، النبي يسرق؟ انا اقول اللي الله عز وجل بينه بالقران الكريم، تقدر تنكر هذا الشيء؟ لا انا الزمك بفهمك، اسمع، انا بالنسبه لي ما انكر بشريه النبي، ولكن بشريه النبي من ارقى انواع المخلوقات الموجوده، لا يقع لا بالذنوب ولا بالاخطاء، انام على وساده عاليه. والدليل هذا كلامك لا الكلام يا ما في، لا اخونا ما في ملازمه بين البشريه وبين الوقوع في الذنوب والاخطاء، ما في في بشر وما يسرق. الله يكلمك بس انطيني يلا والله دول شلون يعني زين هاي الايه القرانيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. رحنا قمزنا لآية اخرى اخونا، خلينا بالبشر. الله يرحم والديك النبي، هاي النبي اي خلينا نكمل الايه الاولى قدام المشاهدين كلهم. جاوبني على الايه، قول هاي الايه هاي معناها يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. طيب النبي عندما منع عن نفسه العسل هل كان بأمر من الله أم باجتياب من نفسه؟ طيب هو غلط النبي عندما ابتغى مرضات أزواجي ولا أصاب؟ أنا موضوعي مو غلط أو ما غلط، لا الشيء غير موضوعك تخطئ النبي. لا موضوع لك بابا، هو الله قال يا حبيبي يا نور عيني أصبر، أنت لو تسمعني أصبر. شوفوا أخواني، قفز من موضوع البشرية لأن يدري الآن أنا ألزمه بالبشري. أيها المشاهدون الكرام، يقول إنه النبي بشر، النبي بشر ولكن بشر لا يخطئ، إيش المشكلة إنه بشر لا يذنب؟ مثل ما في بشر الآن لا يسرق، أنت جيرانك أصدقائك ما عندك بشر لا يسرق لا يفعل المحرمات لا يفعل كذا بنسبة معينة، كل بشر يعني. هو الان هذا المتكلم الاخ حسين، خلينا بالايه. الله يرحم والديك مولانا حمد سليمان. يا اخي اصبر، بالايه لا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. اقوم ازعل الايه. هذا المنع زين، هذا المنع الان تنازل تنازل. الله يرحم والديك مولانا حمد سليمان، والله يرحم شيخ الكوراني والدنا برحمته الواسعه. لحظة الآن أخواني، قفزنا من موضوع بشر لأن تورط
لأن بشر يسرق، إذا النبي مثل البشر فالنبي يسرق، البشر يفعل الموبقات فالنبي مثل البشر، يعني النبي يفعل الموبقات إلا أن يقول. الآن نجي على الآية، فهرب من هذه الآية انتقل إلى آية أخرى. طيب الآية الأخرى أنت تقول أن الله تبارك وتعالى قال له لما تحرم ما حل الله، صح ولا لا؟ صحيح. أحسن أحسن. الحلال والحرام من الدين ولا مش من الدين؟ هم رجعنا لنفس نفس القوانين سبحان الله، الدين أو من الدين يا شيخ وعد؟ سؤالي واضح، بس جاوبني على نقطة واحدة حتى بلكي أنا مهتدي أصير شيء، الله أعلم. أنت ما تجاوب على السؤال ده، أقول لك هذا التحريم أو هذا المنع هل هو من الله أم هو اجتهاد من النبي؟ ما عدنا أنه النبي يجتهد، إحنا ما عدنا يعدكم. أحسن. يعني هذا يعني باعترافه قدام المشاهدين الكرام بأنه التحريم أو المنع كان من الله، صح؟ وما عدنا من الله إحنا، النبي مو رميت كنترو يعني إمنياً. أحسن. شوف لا مو لف ودوران، احترم المقابل. الله يبارك. والله العظيم إيه تبغى تسكت؟ لا من الله طبعا أسوي لكم جلطة، والله مو بس أسوي لك جلطة، مرضى كمان. اسمع الآن نجي يعني جوابي لك يعني أخي، أنت سألتني لا حول ولا قوة إلا بالله، أجاوب من نفسي العدد 100. أحسن. اسألني واسكت حتى أجاوبك. زين يلا سكت جاوب. نحن نقول أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وآله بعصمة، والعصمة هي ملكة تمنع المعصوم من الوقوع في الخطأ مع القدرة على الترك والفعل. شوف جوابي بسرعة البرق الآن يعني هسه النبي عندما حرم على نفسه العسل هاي كان عن عصمة، صح؟ نعم عن عصمة. نعم. والنبي والله عز وجل قال له لما تحرم ما حل الله له. خير. وإذا قال له الله قال له ما قال له لا تحرم لحظة لما يعني شنو هذا شنو استفهام لماذا أو لما شنو اسأل الله تبارك وتعالى يريد أن يبين عظم مكانة النبي صلى الله عليه وآله، وأن الذي ارتضى مرضاتهن وأن عائشة وحفصة لا يستحقن أن تحرم خاشوقة عسل من أجل هؤلاء. ملعقة عسل النبي أهديت له عكة من عسل كما تقولون، فشرب عسلا فقالت له تواطأت عائشة واحتالت عليه وقالت أنه نجد منك ريحة مغافير، فالله تبارك وتعالى قال للنبي أنه هذه عائشة هي ومن تواطأت لا تساوي شربة العسل اللي أنت قلت أنا لا أكل العسل بعد ذلك. حرم معنى منع، تفتهم؟ حرم لأن التحريم إذا كان شرعيا، ولذلك هربت من سألتك هل هنا التحريم؟ لا مو شرعي. أحسن. إذا مو شرعي، اسمع، إذا مو شرعي ليش تخطئون النبي والنبي قهوة يقول أنا أحرم يعني أمنع نفسي من شرب القهوة؟ يا أخي أنا أريد أروح البيت وما أريد أشرب قهوة. خير إن شاء الله. إيه؟ يعني أنت ما تشرب قهوة صح؟ النبي ما يريد يأكل عسل. خير إن شاء الله. ليش جيرانك تيجي يقول لك ليش ما تشرب قهوة؟ ما من حقه. إذا الله عز وجل ما من حقه. أحسن. الله عز وجل عاتب. لا ما في عاتب، هاي أنتم تقولون هاي حدوث. عفى الله عنك لما أدينت له. قفز الآية أخرى. قفز الآية أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف إخواني ترك التحريم قفز عفى الله عنك. ليش حتى لحق آية ما يستطيعون أن يقفوا معي في آيتنا؟ ما في آية. الآن النبي لما حرم العسل هو يريد مرضات أزواجه، صح؟ صح. أحسن. الله خطأه ولا صوبه؟ النبي خطأ النبي. يعني المفروض ما يرضي أزواجه. مفروض يرضي ما يرضي أزواجه. هذا الرضا شوف يا شيخ وعاد يجب أن يرضي أزواجه بشيء. لا أنتم شكوا ذابحين. رضي الله عن عائشة ورضي الله عن عائشة، والله ما يريد يرضى عن عائشة.
ذابحينه من الصبح لليل رضي الله عن عائشة، وانت الان تعترف المفروض ما يرضي عائشة. يعني المفروض اخواني لما تأتي الزوجة يضربها كف ويهين عائشة، ليش؟ لان الاخ يقول ما يصير نرضي الزواج. شوفوا اخواني، النبي صاحب اخلاق، هؤلاء لا يفهمون القرآن، والله خدعوكم، يضحكون عليكم، يخدعونكم. شوفوا الآن نحن نصرخ دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهم يصرخون لتخطئة النبي، تلويث سمعة النبي. والله أنا عندما قلت هؤلاء يريدون أن يلوثوا النبي، احنا نقول النبي نقي وهم يريدون أن يلوثوا النبي. هؤلاء ما هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء أهل التلويث والجماعة، يلوثوا النبي. لاحظوا أخواني، نبي صاحب أخلاق، جاءت زوجة له وقالت له في فمك رائحة كريهة، وهو يعلم أنه أكل عسلا، العسل ما في رائحة كريهة، لكن هي إنه لأنه أهديت عكة من عسل والنبي تأخر يحب العسل، فقالت لنحتالن له، عملت نصب واحتيال حتى تحتال على النبي. النبي صاحب أخلاق، يعني الزوجة تغلط مو أضربها كف. كثير من الناس زوجته تخطأ يقول يا حبيبتي مو مشكلة، تريدين أنا الغلطان، أنا الغلطان يا نور عيني. هذا ممدوح صاحب أخلاق، مو غلطة. أي مرأة يا مرأة، نبي صاحب أخلاق. فقالها بابا شنو عسل؟ خلاص ما أكل عسل، هذا العسل حرمة على نفسي، يعني أمنع نفسي من العسل. ليش؟ أبتغي مرضات أزواج. ليش؟ لأن كل إنسان يعمل بأخلاقه. أنت الآن إذا شخص اعتدى عليك وأنت صاحب أخلاق تعفو عنه لأنك صاحب أخلاق، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملنا النبي بالاحتيال، عاملهن بالأخلاق، عاملهن بالأخلاق. الله ماذا قال؟ قال يابا تبتغي مرضات أزواجي، كما قال الأخ أنت حرمت حتى تبتغي مرضات أزواجي. الأخ يقول يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنت على خطأ. ليش؟ لأن هاي ملعقة العسل، هذه عائشة وحفصة ما يساون ملعقة عسل ممكن بثلاث دراهم، هذا على قوله. فهو في ورطة الآن، هل يرضي أزواجه فيكون وإنك لعلى خلق عظيم، أم أنه أخطأ في معاملة حفصة وعائشة؟ تفضل جاوبنا شيخ وعد اللون. حياك الله. ألو تفضل جاوب شيخ وعد حياك الله. مشكلتكم شنو؟ اتركنا بالقوة يوصلون الأنبياء. السلام عليكم. عليكم السلام. حتى ولو قدر أي شيء، أقول لك الآية واضحة، يا أيها النبي من الله النبي، لما تحرم الله لك؟ ليش حرم؟ حسين وهو العسل، الله عز وجل حلل لك العسل، أنت حرمت. ليش أخونا أزواجك؟ وهذا الشيء خطأ. ليش؟ لأن الله عز وجل عاتبه، يا أيها النبي لما تحرم على الله لك تبتغي مرضات. وين الغلط يا ابن الحلال؟ وين الغلط لك؟ هاي يعني معقولة هالأدمغة هاي؟ أخونا حسين، أنت قلت الأنبياء معصومين بالتبليغ، والنبي هذا ما يسمع، أنا غفور رحيم. بابا وين الغلط؟ وين الغلط في الآية إنه النبي غلط؟ وين الغلط؟ قال إن الله غفور رحيم. غفور رحيم إلمن بس جو شنو غفور رحيم إلمن؟ هذه صفة الله تبارك وتعالى غفور رحيم. لعد النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما يقول إني لأستغفر، لماذا؟ إحنا يوميا، هو النبي بابا، النبي آخر يوم
شوف اخواني يقول لماذا الله غفور رحيم. اخواني انا اسال سؤال، اخر يوم من النبي، اخر يوم بعد هذه المسيره من الايمان، كان يقول استغفر الله واتوب اليه، سبحان ربي الاعلى وبحمده، استغفر الله واتوب اليه، كان يقول ولا ما يقول؟ يقول عادي، ذكر. احسنت، احسنت، اسمع، اذا هذا اعتراف من النبي ان الله غفور رحيم وهو يستغفر الله، يقول له استغفر الله واتوب اليه. فسؤال، ليش يستغفر الله ويتوب اليه وهو في الصلاه ولم يذنب؟ جاوب. لا، منو قال؟ منو قال النبي ما سوى اي خطا وما مذنب؟ منو قال؟ ها، من جيبك هذا؟ من جيبك هذا الشيء؟ يعني النبي أذنب، النبي أذنب. ما يا أخي افهم ايش دا أحكي، دا أقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون توابون. النبي أذنب، بابا جاوب على السؤال يا ابن الحلال، والله عيب، والله العظيم عيب. شفت إخواني يقول منو قال لك النبي ما أخطأ ولا يذنب؟ النبي يوميا يقول، مو يوميا يصلي، يا شباب السنة، يا شباب السنة، أنا أتكلم كلام غير مفهوم يا شباب السنة، بالله عليكم أنا شيعي صح، لكن أنت أخذ كلامي وأنزل كلامي على القرآن على المنطق. الآن النبي مو يوميا يصلي؟ جواب نعم، يوميا يصلي. يقول النبي أستغفر الله وأتوب إليه؟ يقول. لما إنسان يقول الله غفور رحيم واستغفر الله واتوب له، هل يلزم أن النبي وقع في الذنب حتى يقول استغفر الله من ذنبي وأتوب إلى الله من ذنبي؟ هل هنالك ملازمة؟ يعني بتعبيرنا، بتعبير شبابنا، يعني الآن الحكم أعطى ضربة جزاء، يقولوا يا الحكم ليش أعطى ضربة جزاء لهذا اللاعب؟ يقول لأن هنالك خطأ عندي نظم معينة، هنالك خطأ صارت عرقلة بداخل منطقة الجزاء. شلون أفهمهم؟ إلا بالطوبة يفهمون، لا شلون أفهمهم؟ صارت عرقلة داخل منطقة الجزاء، فلأنه خطأ فينبغي أن أعطيه جزاء الخطأ. هنالك ملازمة بين البنالتي، بين ضربة الجزاء وبين وقوع الخطأ، لأن إذا ما في خطأ ما في ضربة جزاء. أكثر من هذه، إذا ما في خطأ ما في ضربة جزاء. يعني الناس كل اللواعيب ما دخلوا إلى منطقة الجزاء، ما في ضربة جزاء. إذا العرقلة داخل منطقة الجزاء صير جزاء. الآن خلوا نروح إلى القرآن. النبي لما يقول استغفر الله وأتوب إليه، هل يوجد خطأ ضربة جزاء؟ لا. ليش؟ لأن هذا اعتراف بربوبية الله ورفعة للإنسان المستغفر. دائما استغفر الله، أنت مو تمسك السبحة استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه، استغفر. يقول لك ليش تستغفر؟ أنا ما مسوي شيء، قاعد من الصبح ما فعلت أي شيء. ليش؟ لأن الإنسان يرتفع بالاستغفار، يثاب بالاستغفار. تجي على عقول هؤلاء يقول ليش قال غفور الرحيم؟ معناه لأنه ارتكب ذنبا فقال له غفور رحيم. أنت ملاحظ العقول؟ نعم. تفضل أبو كريم. أخونا حسين تسمعني إن شاء الله؟ ورا حسين. حسين عندك مفضل، عندك مفضل يسمعك، تفضل. لا حجينا أنا، هو قال في الشيء خطير، قال إن موسى قتل، والقتل من الكبائر، يعني هو عنده الأنبياء يأتون بالكبائر وعليه، يعني هو دا يقول أن الأنبياء مو معصومين حتى من الكبائر، يعني يزنون ويقتلون، وقرر القتل لموسى. أحسنت، أحسنت. أنا ما انتبهت علي، أحسنت. أبقى يا أبو كريم، إن شاء الله من يتصل أنا أقدمك إن شاء الله. طيب المفضل، تفضل المفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أقبل. الله سبحانه وتعالى يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
ثم نعم ثم اي بشر، النبي بشر اي ومو ملك، بشر. نعم. خير. ثم نعم. ثم الذي عصمه من الكذب هو الله، والذي لم يعصمه من النسيان هو الله. الله سبحانه وتعالى يقول لا يضل ربي ولا ينسى. يعني لا يضل يعني ربي، يعني النبي معصوم ولا مو معصوم؟ معصوم ولا لا؟ كما قلنا سابقا وكما يقول المسلمين معصوم في التبليغ. ما زين لحظة، أنا ودي أفهم. لحظة أخونا فارس السعيدي بس سوى ميوت إلى أن أقدمك. أخواني بالله عليكم يا سنة، بالله عليكم، يقول النبي معصوم في التبليغ فقط. يعني أنا 59 حلقة، يعني كيف أفهم الناس؟ أبقي كم ألف حلقة؟ هذه معصوم في التبليغ يا أخ مفضل، من الذي قالها لك؟ من أين سمعتها؟ والذي سمعتها منه ممن سمعها؟ من أول مخترع لهذه الأكذوبة الحدوثة أنه النبي بالتبليغ معصوم في غير التبليغ مو معصوم؟ من الكذاب الأشر الطاعن بالنبي الذي اخترع هذه الكذبة؟ من هو؟ تفضل طينا اسمه. قالها الله سبحانه وتعالى. تفضل. والله يعصمك من الناس. لحظة، الله يعصمك من الناس، هذا الله يعصمه من الناس، يعني الناس تغلط معاه والله يحميه من الناس. شوفوا اخواني العقل الملكوت، والله يعصمك من الناس، يعني الناس كلاوتشية، الناس يفعلون والله يعصمه من الناس. لكن هذا مو سؤالنا، سؤالنا هو النبي يقع في الخطأ، النبي يقع في الخطأ، والخطأ في التبليغ، مو يعصمك من الناس. تريد قتلة، تريد تجرحه، تريد ما اعرف ايش، تريد الله يعصمك من الناس. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. من الممكن انه تجد هذا الشخص او غيره تجدهم يدافعون عن 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 اشخاص هم يقولون ليس من المعصومين، لكن يدافعون عنهم بعصمه مطلقه او بدفاع مستميت. كيف؟ مثلا البخاري، مثلا صحيح البخاري، صحيح البخاري معصوم من الجلاد الى الجلاد، وانتم ادخلوا للبرنامج واطلبوا عفوا قيس او اتصلوا على الحاج وعد الله واطلبوا بعض من الشخصيات الوهابيه بخصوص صحيح البخاري وشاهدوا الدفاع المستميت. نعم اقول من الممكن ان تجد شخص يدافع عن صحيح البخاري، تجد شخص يدافع عن الصحابه ليل ونهار. ليش احنا نروح بعيد؟ بقناتي الحمد لله، الحمد لله توفقت انه انشر كلام لشخص يقول انا اعدد لك اخطاء الرسول كذا 1 2 10 5 و لا ولا وليس عندي خطأ واحد لعمر أو إلى بعض الصحابة. لتجد بهذه الفيديوهات المادة العلمية التي تكشف يعني حقيقة هؤلاء وكيف ينظرون للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم كتاب يكون عندهم معصوم، صحابي يكون عندهم معصوم، صحابية تكون عندهم معصومة، لكن عندما يصل الأمر للرسول، يصل الأمر لأهل البيت عليهم السلام، تجد هؤلاء يكون الموضوع صعب مستصعب، يأتي بآية، يذهب لحديث، يذهب لدرجة قلنا ببداية الفيديو وبعنوانه هذا الشخص قال يا حاج عبد الله راح تصيبني الجلطة من هذه الأدلة اللي أنتم تبينوها واللي أنتم تتكلمون بها. نعم نعم ستجد إن شاء الله الأدلة العلمية الوفيرة والكثيرة وبالعلم وبالعلم عن أو في هذا البرنامج. أقول بختام الفيديو إن شاء الله ليش ما نتوحد إحنا والطرف الآخر على الدفاع عن الدفاع عن الرسول؟ حتى لما نيجي مثلا نصراني يهودي يريد يضرب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأدلة، إحنا كمسلمين نرده. يعني اليوم أنا أتوقع اليوم النصراني قاعد مثلا على كرسي، إحنا كمسلمين الشيعة يدافعون وهؤلاء يطعنون ويرفضون، هذا الشخص النصراني يقول أنا ما أعرف هل أصبح على دينهم أو على ما يعتقدون ب
كونهم يعني يدافعون أو يرفضون من يدافع عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بعبارة دقيقة أكثر. يعني اليوم الحاج وادي اللامي أو كل محاور شيعي، وحتى لو كانت هذه القناة متواضعة، تجد الشيعة يدافع عن الرسول الأكرم والحمد لله وهذا هو الفخر الكبير، وتجد النصراني هنا وتجد الطرف الوهابي هنا، واثنينهم جاي يحاربونك ويهجمون عليك. فهؤلاء تساووا مع بعض في نفس التفكير ونفس المنطق بمهاجمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فالحمد لله هذا فخر، ولكن أقول كم يتمنى الشخص أن يكون أكو هناك وحدة على أو عن الدفاع أو بالدفاع عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. تقبلوا تحياتي وفي أمان.